دايما المباريات اللي هي بتبقى قبل وبعد البطولات المهمه والافريقيه وكاس العالم للانديه والحاجات دي، لما بتاخد ميداليه بترجع بتقابل مطبات كتير جدا في المباريات، بتقابل ارهاق، بتقابل ذهن مش حاضر. زي ما انا قلت لك في اول ماتش، مش هينفع تلعب على اساس انك انت ممكن تجيب جول في اي وقت. الكلام ده بيبقى له سرعات معينه، وبيبقى له تحكم في الملعب بشكل معين، وارتداد في الكره الثانيه، والمحاوله مره واثنين وثلاثه، وبتيجي معاك مره واثنين وثلاثه واربعه بتيجي في العارضه زي ما شفنا. يعني بتبقى في احداث خلال المباراه ما تخليش، قلت لك دايما بنحسس، ما تخليش انت اللي تحت المقصه، يعني انت اللي لازم يكون ليك انت سابق التهديف، او لما بتجيب جول كمان لازم تغطي الجول. ليه؟ لان الجيم اديك شفت الراجل شاط كره عالميه، واحده بالشمال، ده كورتين ورا بعض، ده واحده في العارضه وترد عشان ربنا يكافئه، ولسه نازل الراجل وعدل وحطها بشماله. فكرنا بالكره يمكن كمان اقوى من بتاعه عمر كمال، لا اقوى من بتاعه رضا سليم اللي جابها في الاتحاد، يعني دي حاجه من على الارض بقى، خدت بالك؟ ادوا اداء فيه روح تاني شوط فرقه بلديه محله من لهم ارض لك، وتلعبوا بالروح دي قدام الفرق كلها طبعا هيبقى لكم مكانه برضو. الدروس المستفاده كتير في هنتكلم فيها، ولكن الثلاث نقاط كانوا مهمين جدا زي ما انت قلت، وعلامه كامله، واللي جاي كمان ان شاء الله ونروح للاهم بقى، صح، تحضير الاهم للاسبوع اللي جاي ده. ننسى كل حاجه غير الشكل والتفكير اللي هيلعب بيه المدير الفني في المباراه الاولى، اللي انا من وجهه نظري انا الشخصيه يعني اللي على قد يعني ان المباراه هتنتهي هناك بالنسبه لنا احنا. انا هنهي المباراه ان شاء الله في تونس، هو ده المبدا اللي هنلعب بيه، وانا رايحين نجيب على الاقل جول هناك، هدف، تعرف قيمه الهدف شكله عامل ازاي. فهي دي المرحله من هنا لغايه لما نتقابل باذن الله، لو يا رب، لغايه المباراه الاولى في تونس، التحضير الذهني كله للاعبين ان احنا عندنا هدف واحد، ان احنا يكون لينا حظ التهديف في المباراه دي، ان ما كانش حظ الفوز يعني. صحيح. فبالتوفيق يا رب.